مساء الخير شباب كيمياء عضوية واحد، معاكم الدكتورة مرسى محب مروس، مدرسة الكيمياء الصيدلية. هتديكم يعني هاخد معاكم كورس الأورجانيك كيمستري، هو عبارة عن 13 محاضرة، وهنبدأ بالمحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى عندي بتتكلم عن الهيدرو كاربونز. هيدرو كاربونز يعني من اسمها كده عبارة عن كومباوندز فيها كربون وفيها هيدروجين بس. طب الكربون والهيدروجين دي بيبقوا مرتبطين بإيه؟ بسيجما بوند. زي مين؟ زي الالكانز، زي الالكينز، زي الالكاينز، زي الاروماتيك هيدروكربونز، ودي ديفرنت كلاسز هناخدها على مدار السنه. يبقى انا كل يهمني ان هيدروكربونز ابقى عارفه ان هي عباره عن كربون وهيدروجين ماسكين في بعض بسيجما بوندز. عندي نوعين، في ساتوريتد هيدروكربونز وفي ان ساتوريتد هيدروكربونز. طب ايه الفرق بين الساتوريتد والان ساتوريتد؟ الساتوريتد يعني عباره عن سيجما بوندز كلها مرتبطه ببعضها، لكن لما اقول unsaturated hydrocarbons يبقى عندي فيه double bond، وده اللي بيخليه unsaturated يعني غير مشبع. طب الساتوريتد hydrocarbons دي اللي هي الهيدروكربونز المشبعه دي بتتكون من مكون منها كلاس الالكانز، ودي ملهاش فانكشن جروب معينه، هي عباره عن كربون وهيدروجين ماسكين في بعض في سيجما بوند زي ما قلنا، وبتتكون من سنجل بوندز بس كلها اللي هي سيجما بوندز. زي الالكانز ممكن يكون في سايد تشين زي البنتان او الهكسان، او ممكن يكون في صوره السايكلو الكانز. سايكلو الكانز يعني عباره عن كربون وهيدروجين ماسكين في بعض بس في صوره حلقه. سايكلو يعني حلقه، ممكن تبقى حلقه سداسيه، حلقه خماسيه، حلقه رباعيه، المهم يكونوا حلقات وبرده كربون وهيدروجين ما فيهاش اي دبل بوند زي سايكلو هكسان او سايكلو بنتان. احنا نبقى عارفين ان كل كلاس هناخده هيهمني فيه ثلاث حاجات. اول حاجه ان النوكليتشر بتاعته ازاي بتاعت الكلاس ده، تاني حاجه البريبريشن بتاعته بتيجي ازاي، وتالت حاجه اللي هي الرياكشن. نبدا بالنوكليتشر اوف الالكان. ان الكومن نيمز اللي احنا هنعرفها في حاله ان هو يكون ان برانشت يعني غير متفرع، بتبدا ببريفكس او وبتنتهي في بي سافكس. طب ايه البريفكس دي؟ بيشير لعدد الكربونز الموجوده عندي الموجوده في الالكان. طب سافكس ان انا هنهي الكلاس ده ب اي ان اي اللي هو ان. يبقى انا عندي الهيدرو اول حاجه في الالكان هسميها ازاي، عندي بريفكس وسافكس. البريفكس ده بيدل على عدد الكربونز الموجوده، اما السافكس بتاعي اللي هو بيدل على الكلاس اللي هو الالكان هيبقى اخره اي ان اي. زي مثلا هنا عندي لو كربون نمبر اوف كربون 1 هيبقى ميس. طب وده الكلاس ده اخره ايه؟ السافكس بتاعه اي ان اي هيبقى ميسان. طب لو عندي 2 كربون اس، طب الاس اللي اخره ايه؟ اي ان اي يبقى ايسان. طب 3 بروب يبقى بروبان، 4 بيوت يبقى بيوتان، 5 بنت بنتان، 6 هكس هكسان، 7 هيب هحط الهبت واخرها اي ان اي، 8 اوكت اخرها اي ان اي، 9 نون اخرها اي ان اي، و10 ديك واخرها اي ان اي. يبقى كل اللي احنا بنحكي فيه ده البريفكس بتاعه اللي هو مس او اس او بروب او بيوت او بنت، ده اسمه بريفكس بيدل على عدد الكربونز اللي عندي، وان بيدل على الكلاس ده اللي هو الالكانز. طبعا الجدول ده حفظ عشان هيجي لي فيه تسميه، ولما تحفظه هيسهل عليك اللي جاي كله. قالك في حالة ان يكون عندي الكانز اكتر من 4 كربونز، لو انا عندي هو ان برانشت بحط قبله ان او بقول نورمال، وده بيبقى انديكيت ان انا ان برانشت تشين. يبقى انا عندي تشين عبارة عن كربون وهيدروجين ماسكين في بعض ورا بعض، بسميها نورمال والاسم بتاع الالكان بتاعي. ليه؟ ان دي عبارة عن ان برانشت تشين. ان برانشت ايه؟ تشين. طب لو انا عندي branched chain، عندي مثلا substitution على البوزيشن رقم 2 بسميه ايزو. يبقى كلمة ايزو قبل الهيدروكربونز بتاعتي او الالكان بتاعي indicates الايه؟ ان في ميثايل جروب على السكند كربون. طب لو انا عندي نيو دي indicate ان انا عندي quaternary كربون في اخر الشين بتاعتي. يبقى انا عندي ثلاث حاجات لازم نحفظهم ومهمين جدا، وممكن بيجي اسئله فيها كتير منه. لو انا جبت لك قلت لك سمي لي المركب ده، طبعا دي عباره عن هيدروكربونز كربونز وهيدروجين ماسكين في بعض،
ومش مرتبطين بأي حاجة تاني، عبارة عن سايد تشين يعني اند برانشد تشين، ما فيهاش أي تفرعات. فأدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى ده كده بنتان. طب البنتان ده هل ده كده اند برانشد؟ اه انا بقى يبقى احطه ان بنتان. طب لو انا عندي مثلا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، طب ليه انا قلت طب ده هنا فيه برانشد؟ معنى كلمة ايزو بنتان ان انا عندي خمسة كربون، بس هبقى عارف ان في منهم ميثايل جروب على رقم اتنين، في ميثايل جروب عند رقم ايه؟ اتنين على سكند كربون. طب لما نقول نيو بنتان، مش هنا هسميها لا هنا معناه ان انا عندي كواترنري كربون. يعني ايه كواترنري كربون؟ يعني الكربون دي مرتبطه باربعه الكايل جروب، الكربون دي مرتبطه بايه؟ اربعه الكايل جروب، فبقول عليها كواترنري كربون، فبقول عليها النيو. يبقى انا عندي الان في حاله الانبرانشد، عندي الايزو في حاله ان الميثايل او البرانشنج عند الكربون رقم اتنين، عندي كواترنري كربون بتبقى ماسكه في اربعه كربونز أو أربعة ميثايل جروب. مهم جدا الجزء ده. طب ده common name أو common nomenclature بتاعتي. طب لما نيجي نسمي according to الأيوباك nomenclature، طب أول حاجة أول رول، أنا عندي تلاتة رول. أول رول إن أنا بدور على ال longest continuous chain of carbons وبديها ال prefix وال suffix بتاعها. يعني إيه؟ أنا بشوف ال chain اللي بتديني أكتر عدد من الكربونز. يعني مثلا لو انا قلت حبيت اخد ان دي الكربونز دي كده، حبيت اخد دي، تعال نعد كده الكربونز اللي فيها، هنقول ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لا دي كده ايه؟ ما تنفعش. طب تعال نعد كده بقى ايه الناحية التانية، نقول ايه؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى مين الأطول، الخمسة ولا الستة؟ الستة. فيبقى هقول عليها هيك هيكس والسافكس بتاعها ان، هيبقى هيكزان. طب ليه ما قلناش عليها بنتان؟ عشان اللونجس كونتينيوس تشين عندي ستة كاربونز. يبقى أول حاجة بدور عليها في النوميكليتشر الأيوباك إن أنا بشوف أطول سلسلة، بديها البريفكس بتاعها وأحط السافكس بتاعها ANE. طب تاني حاجة لما نيجي الرقم التشين بتاعتي، يبقى احنا اول حاجة وصلنا ان احنا هنجيب اللونج تشين. طب تاني حاجة لما اجي ارقمها، قالك برقم التشين اللونج بحيث ان انا ابدأ من السبستيتيوشن. يعني انا عندي هنا مثلا دي، عرفت ان التشين بتاعتي دي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، طب ارقم من فين، من اليمين ولا من الشمال؟ هنبص عندي في سبستيتيوشن هنا، الرقم لو انا رقمت من اليمين ادي واحد اتنين، لكن لو انا حبيت ارقم من الشمال هقول واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى لا انا لازم ارقم من الناحية اللي هتديني الاستبستيتيوشن اقل ترقيم. يبقى numbering في beginning from the end of the chain nearest to the substitution، يبقى لازم اشوف انهي ناحية هتبقى قريبة للاستبستيتيوشن بتاعتي اللي هتديني رقم قليل. فهنا ببدأ باليمين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ده هسميه اتنين ميثايل بنتان. طب ناخد اكزامبل تاني، انا عندي لونج تشين هنا، تقولي يا دكتور ما احنا ممكن ناخد كده، تعال نعد كده وتقولي كم كام، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هينفع ستة؟ لا. طب نشوف التشين التانية دي اللي مرقمة، هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، لا يبقى سبعة أطول، يبقى ناخد التشين الطويلة. طيب نيجي نرقم، هنرقم فين؟ عندي substitution هنا، لو رقمت من اليمين واحد اتنين تلاتة، طب رقمت من الشمال واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى أنا هرقم من ناحية اليمين ليه؟ عشان هو الرقم اللي هيدي substitution أقل رقم، يبقى ده هنسميه تلاتة ميثايل هيبتان. تالت رول عندي لما اجي اسمي الالكايل جروب سبستيتيوشن، ازاي هسميه؟ يعني احنا كل اللي فات ده كنا بنقول ايه؟ ميثايل، بس احنا بنسميه بناء على ايه؟ قال لك اول حاجه هنشوف السبستيتيوشن ونشوف البوزيشن بتاعهم فين، يعني نشوف السبستيتيوشن ونشوف مكانه فين، وهنبتدي نرقم. بعد كده هنشوف لما نيجي نكتب
هنرتب الفابيتيكال. يبقى لما نيجي نرقم الالكايل جروب اللي هيحصل، احنا هندي سبستيتيوشنز الارقام القليله، يبقى نشوف ترتيبهم فين ونديله الارقام القليله. بس لما اجي اكتب بكتب اكوردنج تو الالفابيتيكال. زي ايه مثلا؟ انا عندي هنا لونج تشين 1 2 3 4 5 بسميها بنتان. طب عندي سبستيتيوشن فين وفين؟ عندي هنا عند 2 وعند 3. طب لو بدات هنا ادي 1 2 3 4، لا يبقى انا دي انهي افضل؟ ال 2 وال 3. فبقول 2 و 3 داي ميسايل. طب ليه قلنا داي؟ داي يعني عندي 2 ميسايل جروب. داي يعني عندي ايه؟ 2 ميسايل جروب. بكتب ارقامهم كده 2 و 3 اللي هو البوزيشن بتاعهم، بعد كده بكتب ان هو 2 نفس السبستيتيوشن اللي هو الميسايل، فبقول عليه داي ميسايل، وبكتب البيرنت اللي هو بنتان. طب نيجي للي جنبها، ادي 1 2 3 4 5 6 7 قلنا عليها هبتان. بنيجي سبستيتيوشن عند رقم 3 بقول عليها 3 ميسايل هبتان. طب نيجي للاكزامبل ده، عندي هنا سبستيتيوشن 1 2 3 4 5 فبقول عليها بنتان. سبستيتيوشن رقم 1 فيه 1 بس، فبقول عليها 2 ميسايل بنتان. طب هنا 1 2 3 4 5 6 فهقول عليها هكزان. في سبستيتيوشن عند رقم 3 فهقول عليه 3 ميسايل هكزان. دي في حالة ان انا كان عندي نفس السبستيتيوشن، فكنت بقول عليه ايه؟ لو عندي سبستيتيوشن واحد بقول اسمه ورقمه، لكن لو كان عندي اتنين فكنت بقول الرقمين وبقول عليه داي وبقول اسم السبستيتيوشن. لو عندي تلاتة هقول التلات ارقام واكتب تراي. لو عندي اربعة هكتب الاربع ارقام واقول تترا. يبقى الداي او تراي او تترا ده انديكيشن ليه؟ للايدنتيكال سبستيتيوشن. ايدنتيكال ايه؟ يعني يكون لازم يكون سبستيتيوشن واحد بس متكرر في كذا بوزيشن. لو مكتوب مره واحده بكتب رقمه واسمه، لكن لو مكرر مرتين بقول عليها داي، مكرر ثلاثه بقول تراي، مكرر اربعه بقول عليه تترا. طيب نيجي الاكزامبل زي ده، انا عندي اللونج تشين 1 2 3 4 5 6 7. طب ممكن يا دكتور تقول لي ان انا عايزه اعمل التشين بتاعتي كده، ينفع؟ ادي 1 2 1 2 3 4 5 6. لا طبعا الست ايه؟ دي قليلة، فنمسحها ونشتغل على اللونج التشين. ادي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى دي كده على طول هبتان. طب تعال نبص بقى على السبستيتيوشنز اللي عندي. عندي سبستيتيوشن في البوزيشن رقم 3 وسبستيتيوشن في البوزيشن رقم 4. طب لما نيجي نرقم الناحية التانية، ادي 1 2 3 4 5، لا 4 و5، يبقى الرقم ده هيفضل ثابت. يكون مين هياخد اقل؟ المثال. يبقى انا هرقم في اللي هيديني السبستيتيوشن اقل، هرقم من الناحيه اليمين. طب لما هاجي اكتب هكتب ازاي؟ قال لك بكتب الفابيتيكال، مش بكتب على الارقام. يبقى انا لما اجي اعمل النمبرنج بدي السبستيتيوشن اقل رقم، لكن لما اجي اكتب في النوميكليتشر بكتب اكوردنج تو الفابيتيكال. انا عندي الايسايل بيبقى ليها لو اوردر في الالفابيتيكال، فهبدا بيها فهقول 4 ايسايل 3 ميسايل هبتان. يبقى كده نرتب الرولز بتاعتي. اول رول عندي ان انا بشوف اللونج تشين بتاعتي فين وبختارها، بديها البريفكس بتاعها والسافكس ايه ان ايه. تاني حاجه ان انا بدي سبستيتيوشن رقم اقل. تالت حاجه لما انا يكون عندي ديفرنت سبستيتيوشن او ديفرنت بدي له رقم اقل، لكن لما اجي ارتب برتب الفابيتيكال. بكتب ايه؟ الفابيتيكال. يبقى بدي ارقام الاقل للسبستيتيوشن وتفر بقى الالفابيتيكال بتاعها ايه، بس لما باجي اكتب بكتب اكوردنج تو الالفابيتيكال. نبص هنا تاني، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، وده كده اوكتان. نبص السبستيتيوشن هنا، عندي هنا السبستيتيوشن هياخد رقم 2 3 4 2 و4. طب نقول ينفع نقول 2 ميسايل 4 ايسايل؟ لا، بنرتب الفابيتيكال 4 ايسايل 2 ميسايل اوكتان. فهو لما يقول لك عندك ديفرنت سبستيتيوشن وليهم نفس البوزيشن، ببدا بدي لور نمبر
بعد كده بكتب substitution of lower alphabetical order، يبقى ببدأ باللور نمبر بعد كده بدي اللور الفابيتيكال اوردر. طب لو انا عندي two more identical substitution، اتفقنا ان انا قلنا يا اما بدي 2 يبقى داي، 3 يبقى تراي، 4 يبقى تترا. طب تعالى نفترض هنا افتراض كده، لو انا عندي مفيش الكربون دي ودي عبارة عن CH3، يبقى انا عندي دي 1 2 3 4 5 6. طيب لما اجي ارقم انا هرقم من هنا 1 2 3 4، طب ارقم من هنا 1 2 3 4، ارقم هنا according to مين؟ الالفابيتيكال اللي هيدي هنا، دي هيدي رقم اقل وهيدي ايه الفابيتيكال في الاول، يبقى انا هقول 1 2 3 يسايل 4 ميسايل. طب ليه يا دكتور ما رقمتش من الناحية التانية؟ ليه؟ ان انا لما اجي ارقم من الناحية التانية 1 2 3 4 برضو التو بوزيشن عندي 3 و4، يبقى انا كده السبستيتيوشن اللي عندي اخدوا نفس الارقام 3 و4. طب ابدأ من انهي ناحية؟ according to low alphabetical order، according to مين؟ low alphabetical order. دي مهمة ممكن اسألك فيها في الامتحان. طب لما اجي اسمي الالكايل جروب بسميه ازاي؟ الالكايل جروب عندي ان انا بعمل ريبليسمنج للسافكس بتاع اللي هو الاي ان اي واحط كلمه واي ال، يبقى الالكايل جروب ان انا كنت كل اللي بعمله ان انا بشيل السافكس بتاعي وبدل اي ان اي هيبقى واي، بدل ما بقول عليه ده ميثان هقول عليه ميسايل، ايثان هيبقى ايسايل، بدل ما اقول عليه بروبان هيبقى بروبايل. طب ليه كتبت هنا ان بروبايل؟ عشان ده ان برانشد تشين، ان برانشد تشين. طب قلت عليه ايزو بروبايل، يبقى انا عارف ان انا عندي 3 كربون وان انا عندي سبستيتيوشن عند بوزيشن رقم 2، عندي سبستيتيوشن عند بوزيشن رقم 2. طب ان بيوتايل ان انا كده دي ان برانشد تشين، ايزو بيوتايل يبقى انا عندي عند رقم الكربون رقم 2 في سبستيتيوشن، عندي سكندري بيوتايل معنى ذلك ان الكربون بتاعتي ماسكه في 2 الكايل جروب، معنى كلمه سكندري يبقى عندي كربون ماسكه في 2، لما اقول عليها دي سكندري كربون يبقى اقول عليها ماسكه في 2 الكايل جروب اللي هو هنا ايسايل وفين والميثان، لكن هنا الكربون دي ماسكه في CH3 CH2 فبقول عليها تيرشري كربون، بقول عليها تيرشري بيوتايل مثلا. ليه هنا قلنا ان الكربون دي ماسكه في 3 الكايل جروب بقول عليها تيرشري بيوتايل، اسمها تيرشري ايه بيوتايل، لكن قلنا ليه دي قلنا عليها سكندري بيوتايل ان دي ماسكه في 2 الكايل جروب، ماسكه فين؟ 2 الكايل جروب. دي كده ايوباكس انت تتمرن عليها، وفي السكشن اللي عنده سؤال ممكن نسأل فيه ونشوف انتوا عملتوها ازاي. طيب نيجي بقى في البريبريشن، احنا اتفقنا في اي كلاس هيهمني النوميكليتشر البريبريشن والرياكشنز. خلصنا النوميكليتشر قلنا فيها ان النوميكليتشر عندي اول حاجه ان انا بشوف لونج تشين، تاني حاجه برقم اللي يديني سبستيتيوشن النمبرنج اقل، تالت حاجة ان انا برتب الارقام السبستيتيوشن اللي بيديهم اقل، بعد كده برتب الفا بيتيكال. طب تاني حاجة البريبريشنز، ازاي بحصل على المركب بتاعي ده؟ قالك ممكن اجيبه من الالكينز عن طريق حاجة اسمها كاتاليتيك هيدروجينيشن. يعني ايه كاتاليتيك هيدروجينيشن؟ ان انا هستخدم كاتاليست زي النيكل وهضيف هيدروجين، يبقى كاتاليتيك هيدروجينيشن عشان هتكرر كتير جدا. كاتاليتيك يعني بستخدم كاتاليست زي مين؟ النيكل. هيدروجينيشن يعني بحط عليها هيدروجين. من الالكينز احنا عارفين ان الالكينز دي عباره عن سيجما وباي، بتبقى سهله انها تتكسر، بتبقى جاي ان انا بشارك من 2 الكترونز فبكسرها واحط مكانها الهيدروجين، هتبقى هنا اتش وهنا اتش، يبقى انا كل اللي بعمله هنا ان انا هكسر الدبل بوند دي واضيف مكان هنا هنا اتش وهنا اتش، فهيديني بدل الالكين ده هيبقى الكا، هتبقى CH3 CH2 CH3، يبقى بدل البروبين هتديني برو بان. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا استخدمت كاتاليتيك هيدروجينيشن اللي هو النيكل والهيدروجين فهيديني الالكا.
طب ممكن اجيب تاني الالكان من فين؟ من الالكايل هالايدز. طب انا هجيب السؤال هنا ازاي؟ يجي لي هنا ازاي؟ لما ناخد كذا كلاس اقول لك مثلا من الالكين ازاي احصل على الالكان، من الالكايل هالايدز ازاي احصل على الكان، اقول لك مثلا فروم الكايل اي الكايل مثلا اللي هو ميثايل بروميد، هاو تو كونفرت مثلا الميثايل بروميد تو الميثان ازاي احصل عليه، او ازاي احصل على البروبان. فالبريبريشن دي بتيجي عن طريق ان انا بعمل كونفرت ازاي احصل على المركب بتاعي. طب من الالكايل هالايد عن طريق الريدكشن، الريدكشن دي يعني ايه؟ ان انا بستخدم زنك واسيتك اسيد بيشيل البي ار دي ويدخل مكانها اتش. الريدكشن دي عباره عن ايه؟ ان انا بحصل جين اوف الهيدروجين او لوس اوف اكسجين. فانا هنا حصل ايه؟ ان انا حصل لوس اوف الهالوجينز دي ودخل مكانها جين اوف هيدروجين. يبقى انا هنا معنى الريدكشن بتاعي ايه؟ ان انا شلت من الكايل هالايد ان انا بشيل البي ار دي واحط مكانها اتش، ان انا عملت جين اوف هيدروجين. يبقى انا كل اللي عملته هنا ان انا كسرت البروم دي، كسرتها وحطيت مكانها اتش، حطيت مكانها ايه؟ اتش. يبقى دي اسمها ايه؟ جين اوف هيدروجين. جين اوف ايه؟ هيدروجين. ان انا حصلت على الهيدروجين ودي بسميها ريدكشن. الريدكشن دي ليها مسميين، يا اما لوس اوف اكسجين او جين اوف هيدروجين. طب تاني طريقه بقى حاجه اسمها جرينارد ريجنت، ده مهم جدا 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 جدا، اعمل عليه كده صح كذا مره، ان ده مهم جدا هيتكرر كذا مره معايا، وده فيه حاجات خاصه كتير ومهم. طب ايه جرينارد ريجنت؟ نعمل عليه ستريس كده. الكايل هالايدز يعني عندي الكايل جروب وعندي هالوجين. الكايل هالايدز يعني نكتب كده جنبها الكايل هالايدز، يعني عندي الكايل جروب جنبها هالوجين، الكايل جروب جنبها ايه؟ هالوجين. قال لك الجرينارد ريجنت ده لما اجي احضره بحضره عن طريق ان انا بحط مغنيسيوم في وجود انهيدروس ايثر. يعني ايه انهيدروس؟ يعني ايثر جاف. ليه؟ ما فيهوش اي ميه، ان لو في ميه مش هينفع يتفاعل، ان انا بعد كده بفعله بالميه. يبقى لما اجي احضره ما ينفعش احضره في حاجه فيها ايه؟ ميه. يبقى ازاي احضر جرينارد ريجنت؟ ان انا عندي الكايل هالايدز. يعني ايه الكايل هالايدز؟ عندي الكايل جروب ماسكه في هالوجين. طيب لما احط عليها مغنيسيوم في وجود انهيدروس ايثر هتديني ايه؟ ميثايل مغنيسيوم بروميد. ميثايل مغنيسيوم بروميد بسميها جرينارد ريجنت. بسميها ايه؟ جرينارد ريجنت. طب تعال نشوف بقى هنا التفاعلات بتاعتها ايه. قال لك انا عندي هنا الكربون عليها نيجاتيف تشارج، وهنا عندي الام جي بي ار عليها بوزيتيف تشارج. طب ليه عليها بوزيتيف؟ ان احنا عارفين المغنيسيوم عباره عن بلس 2، طب والبي ار ماينس 1، فبالتالي الام جي بي ار بقى عليها بلس والسي اتش 3 هيبقى عليها ماينس. هي نوت كتبها لك، دي مهمه جدا احفظها زي اسمك عشان ما تتلخبطش. دايما دايما لما يكون الكربون جنبها نيتروجين او اكسجين او هالوجين على طول بتحمل بوزيتيف تشارج. ليه؟ ان دولت الالكترونيجاتيفيتي بتاعتهم اعلى، فبتسحب الالكترونات ناحيتهم فبتخليها تحمل شحنه موجبه. لكن مع الليثيوم الكايل ليثيوم او المغنيسيوم دولت ليهم الكترونيجاتيفيتي اقل من الكربون، فبهنا الكربون بيبقى ليها سلبيه كهربائيه اكتر فبتسحب الالكترونات ناحيتها فبتحمل نيجاتيف تشارج. ودي الحاله الخاصه او الحاله الشاذه بس، ان الكربون بتحمل نيجاتيف تشارج في حاله مين؟ الليثيوم، لما يكون جنبها ليثيوم او مغنيسيوم. طب ده هيفيدني بايه يا دكتور؟ او هتسال فيه ازاي؟ ان انا بعد كده لما اجي اقول لك التفاعلات سبستيتيوشن، البوزيتيف بيروح للنيجاتيف والنيجاتيف بيروح للبوزيتيف، لازم ابقى عارف البوزيتيف ايه والنيجاتيف ايه. مهمه جدا النقطه دي، امتى ابقى عارف ان الكربون تبقى بتحمل بارشال بوزيتيف او بارشال نيجاتيف، عشان لما اجي افعلها ابقى عارف لو هي بوزيتيف هتروح على الحاجه النيجاتيف، لو هي نيجاتيف هتروح على الحاجه البوزيتيف. طب عرفنا ليه هنا الميثايل ليها نيجاتيف؟ عشان هي جنبها مغنيسيوم ليها سلبيه الالكترونيجاتيفيتي بتاعه المغنيسيوم اقل، فبالتالي الالكترونيجاتيفيتي بتاعه الميثايل اكتر فبتحمل شحنه سالبه. لكن لو جنبها نيتروجين او اكسجين او اي هالوجين زي كلور فلور بروم او يود بيبقى السلبيه الكهربائيه بتاعه الكربون اقل فبتحمل شحنه موجبه. طيب يبقى انا عندي هنا ميثايل ليه سلبيه كهربائيه اعلى فواخد النيجاتيف.
طب لما نيجي نفعله مع الميه، الميه دي عباره عن ايه؟ اتش او اتش. طيب الاتش عليها بوزيتيف والاو اتش عليها ماينس، يبقى انا كده لما اجي افاعل ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عندي ان الميثايل اللي عليها نيجاتيف هتروح ناحيه مين؟ الاتش اللي عليها بوزيتيف، وال مغنيسيوم بي ار اللي عليه بوزيتيف هيروح ناحيه مين؟ الاو اتش اللي عليها ماينس. يبقى انا كده عرفت ليه لازم ابقى عارف البوزيتيف والنيجاتيف، ان انا ابقى عارف ان انا عندي النيجاتيف هيروح ناحيه البوزيتيف، يعني البوزيتيف هيروح ناحيه النيجاتيف. يبقى انا عندي سي اتش 3 دي نيجاتيف اخذت الاتش وتحولت للميثان، بعد كده الام جي بي ار اخد الاو اتش واداني المغنيسيوم هيدروكسيل برومايد. طب نيجي بقى نفعلها مع الكايل هالايد تاني زي سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار. هنا قلنا السي مرتبطه بمين؟ بهالوجين. يبقى انا عندي هنا فين البوزيتيف وفين النيجاتيف؟ البوزيتيف هتبقى عندي مين؟ الكربون، وفي البروم هيبقى شايل النيجاتيف. يبقى الكربون عليها اللي هي الكربون دي اللي هي سي اتش 2 دي هيبقى عليها بوزيتيف، لكن البروم عليها نيجاتيف. يبقى انا لما اجي افعلها مع البرينر هتلاقي ان السي اتش الماينس هتروح مع مين؟ الجزء البوزيتيف اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، لكن البي ار هتروح مع المغنيسيوم برومايد عشان هو ده الجزء البلس وده الماينس. خلاص عرفنا البارشر تشارج البوزيتيف والنيجاتيف بتيجي امتى، مهم جدا. الجرينر دريجن تفاعل مهم جدا ولازم ابقى عارفه، احفظه زي اسمك. يبقى ازاي احصل على الالكان من الالكايل هالايد او من الجرينر دريجن؟ سؤال مهم وبيجي كتير في الامتحانات. طب تالت طريقة بيجي منها الالكانز اللي هي كربونايل كومباوند. يعني ايه كربونايل كومباوند؟ انا عندي نوعين اللي هو فيه سي دبل بوند او، وهنا الكايل وهنا الكايل، ده بقول عليه كيتون. او عندي سي دبل بوند O وهنا ماسكه H وده بقول عليه الدهايد. دي الحاجتين اللي انا عندي بقول عندي فيهم كربونايل كومباوند، بيحصل فيهم ريدكشن، حاجه اسمها كليمسون ريدكشن، اسمها كليمسون ريدكشن. كليمسون ان انا بستخدم فيها زنك وميركري وH في وجود اسيديك ميديا. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا بحصل لوس اوف الاكسجين وبتحط مكانها H، يبقى بيحصل لوس اوف الاكسجين وحط مكانها H. يبقى انا هنا عندي عملت كم طريقه ان انا احصل على الالكان؟ ثلاثه. اول حاجه بالريدكشن عن طريق كاتاليتيك هيدروجينيشن، استخدمنا النيكل. تاني حاجه عن طريق الالكايل هالايدز، ان انا عملت الريدكشن، ان انا عملت جين اوف الهيدروجين، او عن طريق جرينر ريجنز. تالت طريقه منين الكربونايل كومباوندز، ان انا عملت لوس اوف الريدكشن برضو اسمها كليمسون ريدكشن، عن طريق ان انا عملت لوس اوف الكربون والاكسجين وحطيت مكانها هيدروجين. يبقى عملت لوس اوف الاكسجين حطيت مكانها هيدروجين. كده خلصت البريبريشن بتاعتي. شويه معلومات كده بتيجي في صح وغلط كتير في الفيزيكال بروبرتيز اوف الالكينز. بيقول لك ان فيرست فور ممبرز اوف الالكينز ده عباره عن جاز، لكن من 5 ل 17 دي ليكويدز، لكن لو اكتر من 17 بتبقى سوليدز. قال لك البرانشد الكانز ليها لور بويلنج بوينت عن الان برانشد الكان. ليه؟ ان الان برانشد بيبقى ليها سيرفس اريا عاليه فبتعمل هيدروفوبيك بوندنج اكتر واقوى، فبالتالي لما اجي اكسرها بتحتاج ايه؟ بويلنج بوينت اعلى. لكن البرانشد الكان دي بيبقى السيرفس اريا بتاعتها قليله، فبالتالي الهيدروفوبيك او الهيدروفوبيك بوند اللي بتكونها بتكون ضعيفه فبتحتاج لور بويلنج بوينت. يعني ممكن اجيب لك في صح وغلط، اقول لك ان برانشد الكانز هاز هاير بويلنج بوينت زين الان برانشد، صح ولا غلط؟ لا غلط، ليها لور بويلنج بوينت. الالكانز دي نون بولر كومباوندز، فبالتالي مش هتدوب في الميه اللي هي البولر سولفنت، لكن هتدوب فين؟ في البنزين اللي هو النون بولر سولفنت. يبقى الالكانز نون بولر، فبالتالي هتدوب في الحاجات النون بولر اللي زيها. الحاجات دي بتيجي في اختياري اكتر او صح وغلط، بتيجي في صح وغلط كتير الاجزاء دي.
تالت نقطة الرياكشنز. يبقى احنا كده خلصنا النومكليتشر. تاني حاجة قلنا البريبريشن وعرفنا انه بيجي من ثلاث حاجات. وتالت حاجة هناخدها اللي هي الرياكشنز. طب ايه الرياكشنز بتاعتي؟ هو عندي تو رياكشنز. اول رياكشنز اسمه الهالوجينيشن. اسمه ايه؟ هالوجينيشن. من اسمه هالوجينيشن يبقى انا هضيف هالوجين. نركز ان دايما الرياكشنز بتبقى عكس البريبريشن. لو انا بجيبها من هالوجين يبقى انا هعمل رياكشنز ان انا ايه بهالوجين. طيب الهالوجينيشن ده بيجي ازاي؟ ان هو ليه سبيسيفيك كونديشنز. ان هو بيجي عن طريق ان انا بعمل فري راديكال سبستيتيوشن. يعني ايه فري راديكال؟ يبقى انا عندي حاجه عليها فري راديكال اللي هي النقطه. سبستيتيوشن انا احلال مزدوج، يعني بعمل احلال بحاجه فري راديكال. زي مين؟ زي الميثان. فعلتها مع الكلورين في الاندر اليو في او لايت او هاي تمبريتشر. ايه اللي بيحصل؟ كلور منها هيحصل سبستيتيوشن، هتشيل منها هنا اتش وتبقى سي، هتطلع لي الاتش سي ال، والكلور الثانيه تدخل مكان الاتش اللي طلعت هتديني سي اتش 3 سي ال زائد اتش سي ال. طب ايه الميكانيزم بيحصل هنا ازاي؟ يبقى انا كده فعلت الميثان مع الكلورين في وجود الضوء او اليو في او حراره عاليه. ايه اللي بيحصل؟ ان بيحصل ان انا بكسر، يعني الكلورين دي بتتكسر، مره بتاخد اتش من الهالوسيندر تبقى اتش سي ال، او بتديني سي اتش 3 سي ال. ده بسميه فري راديكال سبستيتيوشن، يعني احلال. مهمه جدا اسم الرياكشن هنا اسمه ايه؟ فري راديكال سبستيتيوشن. مهمه جدا ايه نوع الرياكشن اللي حصل في الالكانز؟ هو نوع واحد اسمه فري راديكال سبستيتيوشن. طب ايه الميكانيزم بتاعه او بيحصل ازاي؟ قال لك الانيشيشن بيحصل ان انا عندي الكلور، الكلورين دي ماسكه في كلور، ماسكه في كلور، عندي هنا انبيرد، يعني هنا الكترون وهنا الكترون، هكسر الرابطه دي فهيديني اتنين كلورين عليها تشارج، اتنين كلورين عليها ايه؟ تشارج. طب دي كده الانيشيشن اللي انا ببدا بيها التفاعل. طب بروباجيشنز اللي انا اكمل التفاعل ازاي؟ قال لك ان انا بدخل فري راديكال مع نيوترال كومباوند فبيطلع لي فري راديكال ونيوترال كومباوند. يبقى انا فكره البروباجيشن الاستمراريه ان انا بفاعل فري راديكال مع نيوترال كومباوند فبيديني نيوترال كومباوند وبيديني ايه؟ فري راديكال. زي الكلورين ده فري راديكال فعلته مع الميثان فدينا اداني ميثايل جروب دي عليها تشارج زائد اتش سي ال. لما اجي افعلها مع الكلورين تاني فهتديني سي اتش 3 سي ال وهتديني ايه؟ فري راديكال الكلور. يبقى البروباجيشن دي ايه فكرتها؟ انها بيبقى عندي فري راديكال زائد نيوترال كومباوند فهتديني نيوترال كومباوند وزائد نيوترال زائد نيوترال كومباوند زائد فري راديكال. طب الترمينيشن بتاعي ايه؟ التحول ان انا فري راديكال مع فري راديكال فاداني نيوترال كومباوند، فري راديكال ميثايل مع الميثايل فاداني الايثان، الميثايل زائد الكلور اداني الالكايل هالايد اللي هو الميثايل كلورايد. يبقى انا كل اللي يهمني في الدنيا دي كلها في الرياكشنز دي ان انا عندي ايه انواع الرياكشنز في الهالوجينز او في الالكانز. قلنا الهالوجينيشن اسمه ايه التفاعل بتاعي؟ فري راديكال سبستيتيوشن. ان انا بيبقى عندي الكان لما احط عليه كلورين ايه اللي بيحصل؟ كلور هتدخل مكان الاتش وهيطلع لي اتش سي ال. طب اكزامبل تاني، عندي هو الكان زائد كلورين في وجود لايتس او في وجود درجه حراره عاليه. ايه اللي بيحصل؟ احنا اتفقنا ان بيطلع اتش ويدخل مكانها ايه؟ الكلور. قال لك في حاله الكلورين ده بيبقى هايلي رياكتيف بات نوت سيلكتيف. اكتب جنبه كده هايلي رياكتيف بات نوت سيلكتيف. فايه اللي بيحصل؟ بيكون لي مركبين بسرعه جدا. ايه المركبين اللي اتكونوا؟ ميجر وماينر. ان انا مره كلور هتدخل على الكربونال في النص ومره هتدخل على الكربونه اللي هي التيرمينال. يبقى الحته دي مهمه جدا ان انا لما كان عندي ميثان بس طلعت لي اتش سي ال، لكن لما انا يكون عندي الكان زي ده حطيت عليه الكلورين ايه اللي حصل؟ الكلورين قلنا هايلي رياكتيف بات نوت سيلكتيف، فمره بيدخل على الكربونه اللي في النص وبيديني الميجور ده 55%، ومره بيدخل على الكربونه للتيرمينال وبقول عليها الماينور. لكن في البرومين لسه اكتف بات مور سيلكتيف،
مهمه جدا، اكتب ورايا النقطه دي. الكلورين is more reactive but not selective. البرومين less reactive but more selective. يعني ايه more selective؟ قالك بيختار المكان اللي هو بيدخل فيه، يعني بيعمل 99% ميجر ان هو بيدخل على الكربونة اللي في النص، وبيدخل بنسبة ضعيفة جدا على الكربونة التيرمينال. السؤال ده لازم يجي في الامتحان، سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحانات كثير، ان انا اجيب لك الكائن زي ده واجيب لك كلورين وبرومين واقول لك اعمل لي الميجر والماينور وبنسبهم ايه. طب ابقى عارف في الكلورين ان هايلي رياكتيف بات نوت سيلكتيف، تبقى الميجر 55 و45. طب ايه اللي بيدخل اكتر في الكربونه اللي فيه؟ النص. على التيرمينال بتدخل بنسبه ضعيفه او اقل 45%، اما البرومين less reactive but more selective. طب بيدخل على انهي كربونه؟ بيدخل على الكربونه اللي هي بتبقى ماسكه في التيرشري، دي اسمها التيرشري كربون عشان ماسكه بثلاثه الكايل جروب، فبتبقى هي دي مور ستيبل فبيدخل عليها اكتر، بيبقى مور سيلكتيف، لكن بيجي عند التيرمينال بيدخل بنسبه ضعيفه. الاكزامبل ده مهم جدا، اكتب جنبه كده مهم. يبقى انا عارفين ان انا لما يكون عندي 1 تايب من الهيدروكربونز زي الميثان هيديني 1 برودكت من الالكايل هالايدز، وده التايب ده بسميه الكايل يعني جاي من فري راديكال. لكن لما يكون عندي 2 تايب من الهيدروكربونز زي هنا الميثان مثلا او زي البروبان ده او البيوتان، ايه اللي بيحصل؟ بيديني 2 برودكتس ميجر وماينور. طب ايه اللي بيفرق عندي؟ ان انا عندي الكلورين والبرومين. طب ايه اللي بيفرق؟ ان الكلور بيبقى هايلي رياكتيف بات نوت سيلكتيف، لكن البروم ليس رياكتيف بات مور سيلكتيف. في 2 تايب من الالكايل فري راديكال، هنشوف بالتفصيل ورا. الميجور والماينر برودكتس بتعتمد على الستابيليتي بتاع الفري راديكال انترميديت اللي بتتكون. قال لك انا عندي هنا فري راديكال بيتكون، ده اسمه تيرشري، اكتب عليه تيرشري فري راديكال، ده سكندري فري راديكال، ده برايمري فري راديكال، وده الميثان فري راديكال. فري راديكال يعني عليه نقطه كده، اللي هو عليه نقطه ده اسمه فري راديكال. طب ليه يا دكتور التيرشري مور ستيبل زي السكندري، مور ستيبل زي البرايمري، مور ستيبل زي الفري راديكال العادي ليه؟ قال لك ان انا عندي هنا الكربون دي عايزه اكمل الكتروناتها عشان تبقى اكتر استقرار، في الكترون ناقص عليها، في هنا في رابطه ناقصاها فهي عايزه تكملها، فانهي اللي يبقى مور ستيبل اللي هيشبعها ويديها؟ لازم نبقى عارفين ان الميثايل جروب دي الكترون دونيتنج جروب، هتفضل تدي تدي وهتفضل تدي، فمين انهي هيدي استقرار اكتر للفري راديكال؟ الالكايل جروب اللي هي دونيتنج جروب اللي هتفضل تديها، هتفضل تديها الكترونات فهتخليها مور ستيبل، ولا الاتش اللي هي بتشاركها في الالكترونات مش هتديها حاجه؟ يبقى الاستابيليتي هنا اكوردنج تو العدد الالكايل جروب اللي هي ماسكه فيهم الفري راديكال. كل ما زاد عدد الالكايل جروبس اللي هي هتدي الفري راديكال بتاعي الكترونات هتخليه مور ستيبل، هتخليه ايه؟ مور ستيبل. فده بيخلي الميجر برودكتس بتاعي بيحصل عليه ان ده مركب اكتر استقرار. يبقى الميجر والماينر بيعتمد على الاستابيليتي، مين الاكتر استابيليتي؟ التيرشري عن السكندري عن البرايمري عن الفري راديكال. ليه؟ عشان اتفقنا ان قلنا الفري راديكال ده عباره عن ايه؟ نقص شحنات. واحد بيقول انا ناقصني شحنات، هيكملها ازاي؟ ان هو ياخد من اللي حواليه. فاني احسن لما يكون عندي 3 الكايل جروب عمالين يدوا، ولما يكون عندي 2 الكايل جروب بس، ولما يكون الكايل جروب واحده، ولا ما يكونش عندي خالص؟ فبالتالي لما يكون عندي الكايل جروب كتير تفضل تدي الفري راديكال، فهيخليه مور ستيبل وهيخليه ايه؟ هو اللي بيحصل عليه الرياكشن. هنا قلنا الكلورين is more reactive than البرومين، بس البرومين more selective. الحتة دي مهمة ولازم نبقى عارفين الميجور والماينور. وعرفنا ليه بيحصل الميجور على التيرشري فري راديكال؟ عشان خاطر هو المور ستيبل. تاني نوع من الأنواع اللي هو الكامبسان ده عبارة عن أكسجين بيكسر المركب بتاعي بيديني كربون دايوكسيد ومية وهاي انرجي.
يبقى ان انا عندي الرياكشنز بتاعتي اتفقنا ان هو نوعين، نوع اللي هو الهالوجينيشن وده اسمه فري راديكال سبستيتيوشن، وتاني حاجه اللي هو الكونسامشن اللي هو استهلاك الاكسجين اللي هو بيطلع كربون داي سلفايد وميه وانرجي اعلى. يبقى انا كده نلخص المحاضره اللي احنا اخدناها. الكونكلوجن بتاعي الهيدروكربون نركز في النوميكليتشر، اتفقنا ان النوميكليتشر فيه ثلاث حاجات برق بسمي عليها، اهم حاجه نحفظ الجدول الاولاني اللي هو بتاع كومن نيمز ده. تاني حاجه البريبريشنز ان انا جايه من الالكينز زي كاتاليتيك هيدروجينيشنز بكسر الدبل بوند واحط اتش واتش، او من الكايل هالايد عن طريق ان انا الريدكشن بشيل الهالايد واحط مكانها هيدروجين، او عن طريق جرينارد ايجنت اتفقنا بيتكون ازاي ومين اللي بيحمل البوزيتيف، مين الكربون بتبقى شايله نيجاتيف والام جي بي ار بيبقى حامل البوزيتيف، لو فعلته مع الميه اللي بيحصل ولو فعلته مع الكايل هالايد اللي بيحصل. بيجي عن طريق تاني كربونايل كومباوندز اسمها كليمسون ريدكشن، ان انا عندي كربونايل بشيل الاو واحط مكانها اتش 2. الرياكشنز بتاعتي اللي هي الهالوجينيشن ان انا بضيف هالوجينز، طب بضيف الهالوجين ده اتفقنا ان انا عندي فري راديكال ان في ميجر وماينر اكوردنج تو مين، لو انا عندي بس 1 تايب زي الميثان فبيديني 1 فري راديكال، لكن لو عندي نوعين بيديني 2 تايبس فري راديكالز، تو يعني نوعين من الفري راديكالز، فقلنا الميجر والماينر اكوردنج تو مين، اكوردنج تو ان التيرشري فري راديكال مور ستيبل ذان السكندري ذان البرايمري ذان الفري راديكال، وقلنا الكلور هايلي رياكتيف بات نوت سيلكتيف، لكن برومين بيبقى مور سيلكتيف. طب بيحصل عند مين؟ عند التيرشري كربون بيدخل بنسبه اعلى. دي اكسرسايز يا ريت نحلها، نعرف الرياكشنز بتيجي ازاي ونحلها ازاي، ودي دي كده زي الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. يبقى انا كده عندي ثلاثة اكسرسايز، اول واحد فوق اللي قدام ازاي اسمي، هنا ازاي ارسم الستراكشر، وهنا اكمل معادلات. اي حد عنده سؤال نتواصل مع بعض في السكشن. شكرا.